صوت فيها آلاف القتلى والمفقودين، وترشح خلالها قياديون سابقون في تنظيمي القاعدة وداعش وفي الميليشيات الإيرانية وفازوا. عملية انتخابية هزلية قابلتها إدانات دولية باهتة، رغم أن ثلثي السوريين لم يشاركوا فيها، إلا أن أعداء الشعب صاروا أعضاء في مجلس الشعب. في تحدي للقرارات الأممية، ورغم خروج جزء كبير من الأراضي السورية عن سيطرة النظام، وما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار في قيمة الليرة السورية، عقد نظام الأسد الانتخابات التشريعية في 19 من تموز يوليو عام 2020 بعد تأجيلها مرتين. مهزلة جديدة أضافها النظام لسجله القمعي في الانتخابات، فقد فاز حزب البعث العربي الاشتراكي كالعادة بأغلبية مقاعد المجلس مع حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية بمجموع 177 مقعداً، منهم 166 مقعداً لحزب البعث. الشارع السوري بشقيه المؤيد والمعارض بدا متفقا هذه المرة على هزلية العملية الانتخابية، فيما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 33.17%. رشاوى وتزوير. موالون للنظام أشاروا إلى أن القائمين على الانتخابات من رؤساء اللجان الانتخابية والمندوبين على صناديق الاقتراع تلقوا رشاوى مالية مقابل تزوير النتائج وزيادة أعداء الناخبين استناداً إلى قوائم توزيع الإغاثة، وأجمعوا على أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولم تكن شفافة، مؤكدين أن البطاقات الشخصية كانت تجمع ويتم الانتخاب بها دون وجود أصحابها. وكسابقتها من الانتخابات التي أجراها النظام من قبل، صوت عدد كبير من القتلى والمفقودين والمهجرين وفق عرائض شكوى تقدم بها مؤيدون في عدد من المحافظات. وشهدت محافظة حماة تظاهرات أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على طريقة تنظيم الانتخابات والتلاعب الذي جرى فيها، فضلاً عن ابتزاز أجهزة الاستخبارات للشعب وتلويحهم بمعاقبة كل من يمتنع عن المشاركة ولو بورقة بيضاء. وبالإضافة إلى التهديد والابتزاز، اشتكى موالون من استغلال استخبارات النظام فقر الناس وحاجتهم للحصول على أصواتهم، حيث تم شراء الأصوات بمبالغ محددة سلفاً، وأكد مرشح سابق شراء أحد المتنفذين 2000 صوت بمبلغ 75 مليون ليرة. تحالف أمراء الحرب. حديث الشارع السوري في مناطق النظام دار حول تحالف الفاسدين وأمراء الحرب ودواعش الداخل، حيث لوحظ تدخل أجهزة الأمن لإبعاد عدد من المرشحين لصالح تجار الحرب الذين كانوا يتعاملون مع تنظيم داعش في حلب، منهم على سبيل المثال حسام القاطرجي الذي تم سحب منافسيه دون علمهم رغم اشتهاره بالتعامل مع تنظيم داعش لصالح النظام وتزعم ميليشيا تقاتل لحساب الأسد في ريف حلب. واشتكى مرشحون آخرون شطب أسمائهم من بطاقة الاقتراع في اللحظة الأخيرة بشكل غير مفهوم لإفساح المجال أمام المرشحين المفضلين للنظام. وللدورة الرابعة على التوالي فاز عن محافظة درعا عضو معروف بمتاجرته بالمخدرات والتهريب والكسب غير المشروع وناشط في تجنيد شباب المحافظة في صفوف الميليشيات الموالية لإيران، فيما فاز عن محافظة حماة أحد المطلوبين بقضايا نصب واحتيال وفق مذكرة قضائية صادرة بحقه، وألقي القبض عليه قبل أن يؤدي اليمين ويمتلك الحصانة. وكان من المثير في هذه الانتخابات فوز عناصر سابقين من تنظيمي داعش والقاعدة، ففي دير الزور فاز أحد القياديين السابقين في تنظيم جبهة النصرة المصنف على قوائم الإرهاب العالمي بعد مصالحته مع النظام وتطوعه لصالح المخابرات الجوية وتشكيل ميليشيا موالية من أبناء عشيرته بدعم من قائد الحرس الثوري الإيراني في دير الزور. كما فاز قيادي أمني سابق في تنظيم داعش في الانتخابات بعد انضمامه إلى إحدى الميليشيات الإيرانية. ومن المعلوم لدى السوريين أن أعضاء مجلس الشعب يتم تعيينهم من قبل المخابرات ولا يجري انتخابهم بشكل حر ولا مباشر، ولذلك فإن دورهم يقتصر على تمرير ما يريده النظام والتصفيق لرئيسه في شتى المناسبات، حتى اشتهر في الشارع السوري باسم مجلس التصفيق. وتتمثل الظاهرة الأبرز بمجلس الشعب في دورته التشريعية الثالثة في تراجع الوجوه التقليدية بحزب البعث لصالح ضباط وقادة ميليشيات ومجرمين معروفين بارتكاب انتهاكات واسعة ضد الشعب السوري، وعدد منهم يخضعون لعقوبات دولية نتيجة أعمالهم غير المشروعة وولوغهم في الدم السوري.
منظمة مع العدالة رصدت أبرز تلك الشخصيات في حملة جديدة تكشف أعداء الشعب السوري الذين نصبوا أعضاء في مجلس الشعب، منهم فؤاد علداني وهو قائد مجموعة نمور الأسد في قوات النمر، ومن المسؤولين عن مجزرة مساكن صيدا في درعا التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب السوري. مدلول عمر العزيز كان أحد قادة تنظيم جبهة النصرة في دير الزور حتى عام 2015، ثم أجرى مصالحة مع النظام وشكل ميليشيا اشتهرت بتشليح المواطنين وابتزاز المطلوبين أمنيا وتجارة العملات المزورة. حسام قاطرجي الوسيط الفعلي للنظام في تجارة النفط مع تنظيم داعش ومع وحدات الحماية الكردية. حسن شعبان بري كبير شبيحة آل بري في حلب، حيث لعب مع عشيرته دورا أساسيا في قمع المظاهرات السلمية التي انطلقت في أحياء مدينة حلب منذ بداية الثورة السورية، وهم يمتهنون أعمال التهريب والمخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة. عمر الحسن مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر المدعوم من إيران مباشرة، أشرف على عمليات تشييع واسعة في المنطقة الممتدة على طول نهر الفرات من الميادين وحتى ريف حلب الجنوبي، وغيرهم من المجرمين الذين سيتم الكشف عنهم في الأيام المقبلة.